هذا هو الشكل النهائي للكيكة بعد تزيينها، ونرى التزيين في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نقدم في هذه الحلقة كيكة الإسفنجية المالحة. نحتاج إلى 4 حبات بيض، رشة ملح، 20 غرام من السكر، 30 مللي من الزيت، 30 مللي من الحليب، القليل من الأعشاب العطرية، 130 غرام فارينة، زائد 30 غرام نيشا، والقليل من الفلفل الأسود، و 7 غرامات من الخمارة الكيميائية، نخلناهم مرتين تحصلنا على هذا الخليط، والقليل من الخل الأبيض. سوف نقوم بمزج البيض في الخلاط مع القليل من الملح حتى يتضاعف حجمه، ثم نضيف القليل من السكر ونواصل حتى نحصل على خليط رغوي أبيض. أشعل الكاميرا، نسيت أن أشعل الكاميرا. بعد ما حصلنا على خليط رغوي، أضفت 30 مللي من الزيت وملعقة صغيرة من خل الأبيض حتى ننزع زفورة البيض. الآن سوف أضيف الفارينة والمايزينا والفلفل الأسود والخمارة الكيميائية. هكذا حتى لا ينزل الخليط، خليط البيض، ونحافظ على نضيف الفرينة قليلا قليلا. بعد إخراج الكيكة من الفرن نتركها تبرد، ثم تقسم إلى 3 طبقات، وأؤكد على تركها تبرد حتى لا يحدث مثل ما حدث معي حيث تفتتت قليلا.